ابو سجاد شلونك حبيبي؟ حبيبي عيونك ما شاء الله اليوم نورته وساعة جمعة الله يسلمك كل النور كله اليوم انتم المتنبي فعلا فعلا ابو الله المتنبي نور بوجودكم الله يحفظك حبيبي شلون رايك اليوم انت وين جاي المرايح؟ والله جاي من الاحباب وما هو احباب يا منهم والله ما كلهم ان شاء الله احباب حبيبي استاذ حامد الله يسلمك يعني اليوم نورته حبيبي ساعة جمعة ما شاء الله عليه باعه الله يسلمك ما شاء الله ان شاء الله اليوم نسعدكم احنا ان شاء الله كلك طيب تبقون احبتنا وغالين علينا والله كلك طيب كلك طيب فدوى القلب الله يحفظك شنو رايك بهاي الناس ابو سجاد والله جنه هي هاي الجنه جاي اشوفها هاي الناس الطيبه الحلوه الثقافه اي طبعا اكيد اي طبعا الناس هو الطيبه هو يوم يختلف الجمعه تختلف عن باقي الايام الله اي هذا المتنبي يعني من ندخل بيه ننسى باقي الست ايام بس مو المشكله انت يا حبيبي قليل تتحصل يعني ما اعرف جهاتنا قليله جهاتنا قليله وتحقق طبعا عندك برامج بداية العاصمه ما تقدر عندك وقتك ضيق كلش الله يحفظك اتمنى لك موفقيه حبيبي الله يسلمك والف هلا بيكم انت استاذ جمعه وكل احبته وابن استاذ جمعه ربو يحفظكم كلك طيب وسادي لك ابو سجاد انت الورد والله حبيبي انت اجمل يا حبيبي واجمل بباي وطبعا شيخ الشباب شيخ الشباب بباي